وكشف القيادي في حزب السيادة في محافظة كركوك خالد المفرجي أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر قرر فصل رئيس مجلس محافظة كركوك محمد الحافظ لكونه انشق عن الصف العربي وبحث عن منافع ومناصب شخصية له بعيدا عن توجهات الكتلة. وقال المفرجي أن ما حدث في جلسة الخلسة أمر غير قانوني وغير دستوري، وهو انقلاب على الشرعية، وما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل الاستحقاقات التي حملها علينا المكون العربي. فالأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر، وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد. إلى ذلك أكد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني طالما سعى منذ سنوات لاستبعاد المكون التركماني من مصدر القرار في كركوك، مشيرا إلى أن الجبهة ستلجأ للقضاء للطعن بعملية تشكيل حكومة كركوك المحلية التي أقصت مكونات بأكملها خلافا للقانون. وقد أبلغتكم أنا شخصيا إلى يوم أمس الساعة 9 والساعة 8 والساعة 6 مساء، وأنا كنت معكم وكنت أقول لهم: يا أخوان، خذوا ما تريدون، كل المناصب لكم، ولكن لنبقى مجتمعين عرب. لا تذهبوا واحد واحد، لا تذهبوا ثلاثة، لا تذهبوا أربعة، لنذهب ستة مع أي جهة. احنا ما عندنا مشكلة مع الاتحاد الوطني، ما عندنا مشكلة مع الحزب الديمقراطي، وما عندنا مشكلة مع الجبهة التركمانية. لماذا تريدون أن تذهبوا فرادى بالتفاوض؟ هل يعقل، هل يعقل أن يتصدق علينا الآخرين بمناصبنا؟ هي هاي المناصب التي أعطيت هي مو مناصب المكون العربي؟ ليش المناصب في كركوك هي لمكون، لجميع المكونات؟ إذا ما حد يمن علي بمنصب. هذا المنصب لو أخذه بذراعي، لو أخذه بانتخاب، لو أخذه باستحقاقي، لو أخذه بحيلي وبقوتي، لو والله ما أمد إيدي. أنتم مديتوا إيديكم، أنتم تفضلوا عليكم الآن وانطوكم هذه المناصب، ولا تقولوا لي لا، لا مديتوا إيديكم وانطوكم المناصب وأنتم صرتوا مدادين إيد. ولكن أن نضحي أو نبيع تضحيات المكون العربي بهذه الطريقة القذرة، هذه الطريقة التي جعلت كل عربي في كركوك يشعر أن ليلة أمس هي ليلة نكبة وليلة سوداء، لا نتقبلها. نحن في حزب السيادة، المحافظة طيلة الفترة الماضية كانت مستقرة، أما الآن بعدها يعني بعد ما استلم أي محافظ آخر منصبه، انظروا إلى حال كركوك، مظاهرات ومؤتمرات صحفية وانقسامات في الشارع على مود فلان يأخذ منصب نائب المحافظ وفلان يأخذ رئيس مجلس المحافظ. ما هكذا تورد الإبل يا عرب، ما هكذا تورد الإبل يا عرب. ما ما ما, ما ذنب الأخوان التركمان الذين كانوا معنا طيلة الفترة الماضية، والآن حتى عضو أو عضوين من الأعضاء العرب يأخذون مناصب الأخوان التركمان يكونون خارج المعادلة؟ سنبقى متضامنين مع أخوان التركمان وسنبقى رافضين لهذه الجلسة. هذه الجلسة بالفصيح جلسة خلسة، وبالعربي العامي بوقة. الشجاع والعنده ثقة بأن هذه الجلسة شرعية وتمثل هلة، يطلع لابس عقالة وما يدير بال، يطلع واقف ويقول أنا ابن فلان وما يدير بال. ليش سويتوها بهالطريقة هذه؟ من شو استفادتوا؟ شخدتوا؟ وأن العرب ما مكيفين، العرب ما مرتاحين بهذه الوضعية. عدم حضور الجبهة التركمانية العراقية وكوننا لم نكن مدعوين ولم يكن لدينا علم مسبق بعقد هذا الاجتماع، لذا الجبهة التركمانية العراقية لم تحضر. وبكل تأكيد هذه الاجتماعات كان من المفضل أن يكون بشكل رسمي، إذ هناك فقرة قانونية تؤكد أن الاجتماعات تعقد بدعوة من السيد رئيس السن، أي أكبر الأعضاء سنا بين أعضاء مجلس المحافظة. والسيد راكان أصدر بيان بأن عدم وجود أي اجتماع لأعضاء المجلس، لكننا عبر وسائل الإعلام علمنا وفوجئنا باجتماع لتشكيل حكومة المحلية في كركوك في فندق في بغداد في الوقت الذي ينعم كركوك باستقرار أمني واضح. للأسف الشديد هذه الخطوة سلبية وسوف لن تنجح في إدارة كركوك. نعم، بكل تأكيد نحن كجبهة التركمانية العراقية أصدرنا بيانا رسميا
وكان لدينا مؤتمر صحفي قبل قليل. نحن لن نعترف بهذه الحكومة ولا يمتلك الشرعية من أهالي كركوك، ولديها خروقات عديدة، إذ أن المادة 13 رابعا من قانون انتخابات مجالس المحافظات أكدت على ضرورة مشاركة جميع المكونات وتوزيع عادل للمناصب في كركوك بين المكونات. وأيضا الاجتماع يجب أن يعقد بدعوة من السيد رئيس السن أكبر الأعضاء. هذه الفقرات جميعا مهمة قانونية، لكن للأسف الشديد الاتحاد الوطني الكردستاني يعمل منذ سنين طويلة لإبعاد التركمان من مصدر القرار ومن المشاركة في إدارة كركوك، لكننا بكل التأكيد سوف لن نقف متفرجين وسيكون لدينا خطوات. الخطوة الأولى سيكون شكوى للمحكمة الاتحادية في بغداد، وننتظر قرارا عادلا ينصف المكون التركماني في كركوك، وإن شاء الله اليوم أو يوم غد سيكون لدينا شكوى رسمية في المحكمة الاتحادية ببغداد للطعن بهذه الحكومة.